تتكلم مع الرئيسه، كلام صحيح. اذا ما كانت نقطه نظام من حقك تقطعينها، انا طلبت الكلمه مع نقطه نظام على اساس اني احصل المايك ويشتغل عندي عشان اتكلم. معالي الرئيسه، انا ما في جلسه صار في لقاء بيني وبين معالي الشيخ سلمان الا كنت اشيد بجهوده وبرقي تعاونه معنا. ويوم اتكلم عن سبيل المثال عن مساله وزير وزير، ما اتكلم عن الحاله اليوم. مساله العجز الاكتواري مو مساله عهد الوزير، بالعكس وزير الماليه معالي الشيخ سلمان هو نموذج خاص، وحصل بجداره لقب وزير الماليه والاقتصاد. نعم. معالي الرئيس خليني اكمل، والاقتصاد الوطني. اي نعم، اساس انها توضح الفكره وما يصير سوء فهم، لانه هو استاذي وانا تعلمت منه الكثير. حصل بجدارة لقب وزير المالية والاقتصاد الوطني، مو فقط مسمى. فحنا في مرحلة في الشرق الأوسط، لأن احنا في مرحلة انتقالية، وهو كان رجل المرحلة وعولنا عليه كلنا كسلطة تشريع مع الرئيس، ونثق فيه تماما في كل الإجراءات. الفكرة متكلم عن المقارنة بين الوزيرين، ان احنا عندنا مؤسسات دولة تشتغل مع بعض، انسجام مع بعض، وكل واحد تأثير على الثاني. تاريخ. شكرا سعادة النائب، تركتك تتحدث، لان بالفعل معالي الوزير يستحق الاشادة التي ذكرتها، ولكنها ليست بنقطة نظام. تفضل معالي الوزير. شكرا معالي الرئيسة، واشكر سعادة النائب محمود البحراني على ما تفضل فيه.